اللوكاندا يا حاج رمضان ما بقتش زي زمان. روح اللوكاندا ما بقتش زي زمان يا حاج رمضان. اللوكاندا زمان كانت بسيطة وهادية وفاضية، مفيش ولا زبون. ويوم ما كان زبون يجي أقول له كل سنة وأنت طيب، يبص لي بمنتهى الاحتكار ويقول لي وأنت طيب، صلة رحم. لكن دلوقتي تخش اللوكاندا تلاقيها منورة، وتلاقي الأوض كلها مليانة، والزباين كتير. ويوم ما يجي زبون كده أقول له كل سنة وأنت طيب، يبص لي بمنتهى الاحترام ويديني 20 جنيه. ليه يا حاج رمضان؟ ليه؟ اللوكاندا بقت بتشغي زباين يا حاج رمضان، وانت بترمخ وساكت. بيوتنا بتعمر وانت عامل نفسك مش شايف. اقول لك ايه؟ حتى القشه بقت معدن يا حاج رمضان. اعمل ايه؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه يا حاج رمضان؟ عشان الفلوس؟ ينعل ابو الفلوس. الفلوس دي لعنه، لعنه وصابتني، عملت مني بيه. بيه محترم ملوي هدومي، لكن انا مش واخد على اللبس ده، مش حاسه، مش ده هدهد. هدوم البهويه دي ما تلزمنيش يا حاج رمضان، مش عايزها. انا مش عايز ابقى احمد عز ولا حتى عز المنوفي، انا عايز ابقى هدهد. عايز ارجع هدهد الكحيان ايام ما كنت احط راسي على المخده انام. لكن دلوقتي الفلوس بقت مجنناني. انا بقى معايا تركه يا حاج رمضان، بقى معايا 530 جنيه. انا ممكن الف العالم كله، ممكن اروح الغردقه، اروح شمين الكوم، اروح هنا. لكن لا، انا ابن اللوكاندا دي يا حاج رمضان. انا زمان كان ممكن اعيش الشهر كله بجنيه، باكل فول وطعميه بقول الحمد لله. لكن دلوقتي معايا فلوس كتير مش عارف اعمل بيها ايه، مش عارف اجيب شاورما ولا اجيب فراخ ولا اجيب لحمه ولا اجيب اسكالوب بانيه، مش عارف اعمل ايه يا حاج رمضان. وكل ده ليه؟ عشان التبس، كل شوية تبس 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 تبس. احنا في زمن التبس يا حاج رمضان. انا حاسس بيك يا هدوء، فلوس تعباك جدا. هاتهم يا هدوء، هاتهم يا ابني. ازاي ما جاتش في بالي دي؟ ايوه صح، فلوس مدمراك يا ابني. اتب اتب على قفايا. ايوه الفلوس اهي 530 جنيه. هاتهم يا ابني، ما تعدش ورايا، هاتهم هاتهم وريح نفسك يا هدى. الحمد لله. وعشان اريحك اكتر، انت مخصوم منك 6 شهور يا حبيبي. يا بابا يا حبيبي.